مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلي سي ان. اليوم نفت شرطة النجدة في تدوينها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن يكون رجال الأمن قد قاموا باختطاف النائب المجمد سيف الدين مخلوف، لأن العقيدة الأمنية تمنع إيقاف كل من تقدم من تلقاء نفسه إلى القضاء، والأمني لا يرتدي شورت وشلاكة أثناء أداء مهامه. كما أن السيارة التي أقالت مخلوف ثبت أنها لا تعود إلى وزارة الداخلية، وهي مقترات من أحد الوكالات ومستأجرها شخص محسوب على أحد الأحزاب وفق نص التدوين. واللي أكدته شرطة النجدة ما قام به النائب سيف الدين مخلوف المجمد مسرحية لا تستحق المشاهدة. كما كنت تسمع ذي تصريح شرطة النجدة في الصفحة الرسمية متاحة، وزاد هبتتها راديو FM، معناها الخبر صحيح 100% نورمالمون. معناها وزارة الداخلية عندها فكرة بالشيء ذا، ويقول القائل علاش لتو ما توقفش، معناها عمل مسرحية قدام المحكمة العسكرية واتهم زاد أمنيين واتهم حتى رئيس الجمهورية، معناها علاش لتو ما توقف؟ ما فهمتش شنو اللي قاعد يصير في البلاد بالرسمي، ما تفهم حتى شيء. زاد مع العلم انه سيف الدين مخلوف عمل فيلم النهار هذاك يسبق في الحديث الغدو الحي، خاطر باش يخرجوا مسيره ويعارضوا فيها رئيس الجمهوريه على الانقلاب ويحبوا يطيحوا الحكم نتاعو. هي باللوجيك ظاهره الحكايه، حب يعمل بالبلكم وكوا رئيس الجمهوريه مش معناه يحب ينقلب على الدستور، وشوف شنو العوامل الامن فاش قاعدين يعملوا نظام ديكتاتوري و و و و معناه النهار هذاك خدمه الغدو الحي، معناه باش يعملوا المسيره اللي عملوها في تونس شرح ببورقيب والناس كل شهدنا وشفنا، والجزيرة من 300 ألف مقايدة 3 ملايين ومسيرة مليونية، معناه إيه شيء حبس المخ. أعطوني رأيكم أنتم على الكلام اللي كنتوا تسمعوا فيه.